بابا بترجاك حاول تفهمني، انا ما قدرت قبل انه ادرس بالجامعه وانتو زوجتوني دغري، ما اخذت فرصتي لحتى حقق طموحي، وانتو ما خليتوني حقق شيء ابدا. انا فورا رحت على بيت زوجي، كنت مجبوره على هالشي. هاد كله كان كرمال ترضو بس. اللي انت ليش معصب كل هالقد؟ بابا انا كمان بكون بنتك، حس فيني. شو يلي عم بيصير هون؟ اختي كل شي منيح مو هيك؟